غنم الله تحت شعار الحماية الاجتماعية للسجناء وتعزيز ودعامة لبرامج التهيئة للاندماج وضمان تحقيق اندماج فعلي وحقيقي. وتتميز هذه الدورة بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بإحاطته برنامج جامعة في السجون برعايته السامية، بالنظر إلى الإشعاع الذي حققه هذا البرنامج مع توالي الدورات ولأهدافه التأهيلية والإدماجية النبيلة، وذلك عناية من جلالته حفظه الله بالمواطنين والمواطنات النزلاء ونزيلات مؤسسات السجن، وحرصه الدائم على صون حقوقهم وكرامتهم التي لا تجردهم منها الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حقهم. هذا اللقاء هدفه معالجة إشكاليات السجناء على مستوى تكوين، تطبيب، إعادة الإدماج والعيش الكريم داخل السجون، ولكن هدف الحكومة كذلك هو الحد من الإشكاليات التي تدفع إلى الإجرام. ضروري محاربة الفقر، ضروري جودة التكوين، ضرورة الصحة، ضرورة معالجة إشكال السكن، وضرورة تقليص من البطالة. كل هذه العناصر ستساعد على تقليص مجالات الجريمة، وكل ما قلصنا مجالات الجريمة كلما قلصنا عدد السجناء، وكلما استطعنا معالجة إشكالية هؤلاء وتكوينهم لإعادة الإدماج إن شاء الله في السوق. جامعة الربيعية تدخل وتندرج ضمن برنامج الجامعة في السجون الذي تنظمه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة السجناء الجامعيين، وذلك من أجل تأهيلهم للإندماج في المجتمع بعد الإخراج. ما يميز هذه الدورة وكونها تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهذا يكرس العناية المولوية برعاياه المواطنين السجناء، وكذلك يجسد حرص جلالته على تمكينهم من جميع حقوقهم وحفظ كرامتهم التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية التي صادرة في حقهم. هذه الدورة كذلك تتميز بالحضور الوازن للقطاعات الحكومية المعنية، وكذلك للفعالية المجتمع المدني ومجموعة من الأساتذة الجامعيين البارزين، والذين سوف ينكبون طيلة هذه اليومين على مناقشة مواضيع تهم الحماية الاجتماعية للسجناء، وسوف تكون هناك إمكانية للسجناء لمناقشة الموضوع والانفتاح على التجارب الدولية في الميدان. وسوف يكون كذلك، سوف تتوج هذه الدورة بإصدار توصيات حول النموذج الأمثل لمنظومة الحماية الاجتماعية للسجناء ضمن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية التي تعرف دينامية كبيرة، وذلك منذ الخطاب الملكي السامي خلال الذكرى يعني 19 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. سوف يشارك في هذه الدورة أزيد من 230 سجين، وكذلك أزيد من 300 مشارك من أساتذة وفاعلين جمعويين وممثلين قطاعات مؤسساتية وغير مؤسساتية.